الهرمونات: الهرمونات هي مواد كيميائية يتم إفرازها من أجل عملية تنظيم الأنشطة الفيزيولوجية والحفاظ على التوازن بالجسم، وذلك من خلال إفراز الغدد لهذه الهرمونات، ومن ثم انتقالها عبر مجرى الدم، حيث تحمل الهرمونات رسائل كيميائية إلى أجهزة الجسم المختلفة، وبالتالي يتم التنسيق بين أعضاء الجسم وأنسجة الدم التي تتكيف مع المستويات الهرمونية لتتحكم في عدد من العمليات الخلوية مثل الجوع، المزاج، النشاط الجنسي، فضلا عن العمليات الأيضية المختلفة في الجسم. والآن، هل تعلم ما هي أنواع الهرمونات ومكان إفرازها في جسم الإنسان؟ تتعدد أماكن الغدد في جسم الإنسان لتقوم كل منها بإفراز نوع معين من الهرمونات. وفيما يلي عرض لأهم هذه الغدد: غدد الهايبوتولاموس، وهي المسؤولة عن درجة حرارة الجسم، والجوع، والحالات المزاجية، العطش، النوم، وممارسة الجنس. الغدة النخامية، وتعتبر غدة السيطرة الرئيسية، فهي تتحكم بالغدد الأخرى، وتصنع الهرمونات التي تساهم في النمو. الغدة الصنوبرية، ويطلق عليها أيضا تحت المهاد والتي تنتج الهرمون الذي يؤثر في النوم الغدة الدرقية تحتوي على الهرمونات المرتبطة بحرق السعرات الحرارية ومعدل ضربات القلب الغدد جارات الدرقية وتتحكم هذه الغدد في كمية الكالسيوم في الجسم الغدد الزعترية والتي تعمل على تعزيز وظيفة الجهاز المناعي البنكرياس، وهو المسؤول عن إنتاج الأنسولين الذي يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم. الغدة الكظرية، توجد أعلى الكلى لتتحكم في الهرمونات المسؤولة عن القدرة الجنسية، والكورتيزول، هرمون الإجهاد. وأخيراً، غدد الهرمونات الجنسية، وتتمثل في الخصيتين عند الرجال، والتي تنتج هرمون الذكورة، التستستيرون والحيوانات المنوية والمبيضين عند النساء والتي تفرز الهرمونات الجنسية الأنثوية مثل هرمون الإستروجين التستستيرون والبروجسترون